السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في موضوع كيف تفرق بين إصابتك بالسحر والعين والحسد، تابعوا حتى الأخير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو موضوع كيف تفرق بين إصابتك بالسحر وبالعين والحسد. أنت تقرأ القرآن، مثلا تقرأ سورة البقرة وتتأثر، تشعر بالتنميل والخمول والكسل، تشعر بالآلام في جسدك وتشعر بالتعب، أو قد لا تشعر أحيانا، لا تتأثر إذا كان عندك هذا المس قديم أو مس من الملوك ومحصن في الجسد. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تشخص حالتك لتدري السحر من أين أتاك، هل من العائلة والأقارب، هل حسد هل أتاك من العائلة والأقارب، ستقول عندما تقرأ شيئا من القرآن، سورة البقرة أو تقرأ سورة الملك أو سورة الجن، حتى تهيئ جسدك للعلاج بإذن الله تبارك وتعالى. ستضع يدك على صدرك بإذن الله، وتضع اليد الأخرى على بطنك بإذن الله، وتقول وتغلق عينيك بإذن الله، هكذا تغلق وتقول مسحور من عائلتي وأقاربي مسحور، 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 مسحور من عائلة زوجتي 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 مسحور، هكذا ستفرق. أو تقول مسحور من جيراني مسحور، مسحور من جيراني مسحور، مسحور من جيراني مسحور. إذا كان عندك سحر من الجيران والعائلة والأقرب سوف تشعر به اهتزاز في جسدك أو تنويل أو سخونة أو تعرق، يعني تتعرق في جسدك. أما الحسد إذا أردت تكشف الحسد الذي في جسدك تقول محسود من عائلتي وأقاربي محسود، 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 محسود من أصحابي 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 محسود، معيون من أصحابي معيون، معيون من أصحابي معيون، معيون من أصحابي معيون. أو تقول كذلك محسود من عائلة زوجتي محسود، محسود من عائلة زوجتي محسود، محسود من عائلة زوجتي محسود، هكذا ستفرق وستشعر بالحسد الأقارب. أو محسود من جيران محسود، في كل دعاء تقوله دقيقتين أو ثلاثة تركز بإذن الله كيف تشعر، سوف تعرف الحسد الذي عندك، أم حسد الأقارب والعائلة والجيران، ستعرف السحر الذي عندك، سحر الجيران والعائلة والأقارب، أي سحر بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إذا قمت بهذا التشخيص بإذن الله تبارك وتعالى لنفسك سوف تفرق بنفسك دون ستتعلم كيف ترقي نفسك بنفسك وكيف تشخص حالتك بنفسك دون أن تستعين بأي أحد بإذن الله تبارك وتعالى، وتتوكل على الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.